السلام عليكم، معكم سي محمد البقالي، رئيس جمعية أيور للتنمية وقدرة المرأة والطفل. اليوم كنتواجدوا في القاعة ديال الحاج محسن. حنا سعداء بهذا اللقاء اللي هو مهرجان وحفل ملكة الجمال اختيار ملكة الجمال البراعم بفاس. والحمد لله معنا كان معنا الأخ محسن، وكذلك كنا بعض الأصدقاء كنا دوينا على أن باش نديروا هذا الاحتفال ديال مسابقة اختيار ملكة البراعم ميدان مدينة فاس والأخ عزيز، وهذه مدة 6 شهور باش هضرنا على هذه المسابقة اختيار ملكة الجمال البراعم مدينة فاس. فالحمد لله داز الاحتفال في المستوى، داز داك الشيء هائل بحكم المنابر الإعلامية اللي حضرت، ودرنا التكريمات لبعض الفنانة اللي تواجدوا معنا. وكذلك كما كان بداية كنا كنسلم مستعدين وكنوجدوا الأنسة رجاء أميمة، كنا صاهرين على هاد المسابقة اختيار ملكة البراعم مدينة فاس، وداز هاد الشيء في المستوى الحمد لله. وحنا جيت سعداء وفرحانين بزاف بزاف بزاف، لأن الحفل شيق وحضروا فيه واحد المجموعة ديال العائلات ساكنة مدينة فاس، وكاين اللي كان جا من بعيد وكذلك الناس جاوا من قريب. والحمد لله الحفل هائل شيق اللي نظمناه اليوم بهذه المناسبة، وكذلك كاين تتويج ديال السادية المشاركات اللي غادي يتعزلوا في الفينال. مازال لجنة التحكيم على دور الواجب ديالها، ومازال ما حتى الساعة عاد كيدوزوا في التتويج باش غادي نحصلوا على 6 ديال الفائزات، يعني من الصنف الأول ومن الصنف الثاني. السلام عليكم، معكم سي محمد برادة مدينة فاس، رئيس اوركسترا برادة. جيت هذا النهار لجمعية أيور باش نحييو معاهم واحد الحفل افتتاح سنة الأمازيغية مع مسابقة ديال البراعم ملكة الجمال. شكرا للدعوة، وكنتمناو لا سواري تكون زوينة. معكم الفنانة كريمة بن مهدي، أنا جيت سعيدة بهذا الاستضافة ديالكم جريدة أصوات، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم المستمر للفنان والجمعيات وكاع المجتمع المدني. الحضور ديالي اليوم كيشرفني أنني نكون من بين الفنانين المكرمين، وفي نفس الوقت كنحيي معهم هذا الحفل البهيج اللي هو السنة الأمازيغية مع جمعية أيور والحاج محسن. وكان المشاركة ديالي في هذا المهرجان اللي هو ديال البراعم، تبارك الله، كانوا واحد الأطفال اللي واحد البراءة كتشوف فيهم أنهم كيبدلوا القفطان المغربي بصفة عامة، أنهم كيعطوا واحد الرونق زوين مازال صغار. كنتمنى لهم سيرة موفقة، هذه البداية إن شاء الله، واللي ما تألقوش إن شاء الله مازال الحياة قدامهم ومزيد من العطاء لهم والجمعية. عبد اللطيف دادا، ممثل شركة الحنيني. احنا كشركة مساهمة هنا في هذا المهرجان هذا، كنشجعوا الطفولة المغربية والمرأة المغربية بمناسبة حلول السنة 1970 للسنة الأمازيغية. كنحيوا الطفولة المغربية والمرأة المغربية، وكنساهموا معهم في هذا الحفل هذا للتتويج ملكة جمال جميلات لأول مرة بالمغرب. وحنا ما يشرفنا إلا نكونوا حاضرين ديما مع الطفولة المغربية، وعاشت الطفولة المغربية وعاشت المرأة المغربية. وكنشكروا جميع من ساهم في هذا الحفل، وخاصة شركة الحنيني اللي كنمثلها أنا والأصدقاء ديالي. اسم ديالي كنفاشا وهانا من مدينة فاس، وسن 18 سنة، عريضة أزياء. تمت دعوتي بمناسبة حلول السنة الأمازيغية بمناسبة اختيار ملكة جمال البراعم، وشكرا لجريدة أصوات. جريدة أصوات الإلكترونية ومجلة أصوات الغد الإلكترونية كذلك، وجمهورهم جمهور العارض ديالهم. وكنقدم نفسي كفنان عبد اللطيف فناني كاتب ملحن ومغني سفير الأغنية الشعبية النظيفة، ملقب بسفير الأغنية الشعبية النظيفة. وكنشكر جمعية أيور على الاستضافة ديالها وعلى التكريم ديالها للفنان الشعبي، كيشرفني على انني نحضر لهذه المناسبه. كنشكر الجمهور اللي كان تفاعل معايا بزاف، والنشاط الحمد لله باش نوصل انك تملك القلوب الناس وتشكو، راه شرف كبير.
تنحيي كل الناس ديال المحبين عبد اللطيف بناني والمحبين ديال مدرسة بناني للفنون الشعبية النظيفة التازية. السلام عليكم، معكم أميمة بن شقرون من اللجنة التنظيمية. نظمت جمعية أيور مسابقة اختيار ملكة جمال البراعم. شرفت مدينة فاس بهذا المهرجان اللي تكلفوا بهذا الإخوان وداروه، وبالمناسبة أول مرة في مدينة فاس، وكنتمناو يكون في المدن الكثيرة كلها لهذا ملكة الجمال ديال هاد البراعم اللي كاينين حاليا، وتبارك الله عليهم كلهم في المستوى، وغير ما غيكون غير الخير ان شاء الله، ونتمناو يكون كلشي مزيون. وانا بصفتي خالد الزيزي الامين ديال سوق الذهب جيت كنشارك معهم حتى انا هاد الاحتفال، ودرت معهم هاد المعرض باش نبين لهم شنو عندنا فاش كنصوبوا في الاشياء البلديه الثمينه الممتازه. ليلى المكمر نيسي، رئيسه جمعيه كفاءات مواطنه للتنميه، مصممات ازياء، سعداء جدا بهذا الفن، الحفل الرائع احتفالا بالسنه الامازيغيه. مثل هذه الانشطه هادفه هي تربيه فنيه اكاديميه للجيل الناشئ خصوصا الفتيات، قصد التوجه بهذا الفن التقليدي سواء اللباس التقليدي الفاسي او الامازيغي لاعلى المستويات. اشيد بالفنانات المغربيات وبالخصوص الفنانات الفاسيات وعلى راسهم الفنانه كريمه بناني التي اعتبرها ووجب ان تاخذ سفيره القفطان المغربي الفاسي، ذلك لانها ترتضيه في كل المناسبات وتقدمه على احسن وجه. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.